السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي القناة، مرحبا بالجميع في هذا الفيديو. اليوم سنتكلم عن السخان جينكر، نعم، أو شوفو جينكر. يعني في بعض الأحيان بعض المشاكل التي تؤدي إلى عدم بقاء الشمعة مشتعلة في السخان، وهذا المشكل الجزء هذا الأنبوب هذا. اليوم سأعطيكم طريقة لإصلاح مشكل عدم اشتعال الشمعة في السخان جينكر. إذا هذا قفل الشمعة، هكذا تعمل. هذا هو الأنبوب، في بعض الأحيان يكون يعني فيه أوساخ مغلق. ننزع المساك هذا، سيركليبس هذا، ننزع هذا الماسك أو المساك أو سيركليبس، ننزعه من هنا هذا. بعد ذلك ننزع الأنبوب هذا، يعني نرفع للأعلى قليلا بهدوء فقط، يعني كل شيء يمشي بهدوء. هنا كذلك هو مثبت، اسمحوا لي، هنا مثبت هكذا، يعني بالمفك البراغي او تورنفيس، او نجبد مباشرة ننزعوه، او سهل، بسم الله، سمحوا لي دقيقة. قلت نفتحه هكذا، ثم هنا شوفوا باللي كاين ماسك يمسك الانبوب، يعني لي وحده هنا انبوب، ها هو هذا. إذن هذا نفتح فقط وننزع الأنبوب هذا بهذا الشكل، هكذا، هذا هو. هذا في بعض الأحيان تجد أوساخ تقوم بالنفخ فيه فقط، هذا من بين المشاكل التي تؤدي إلى انطفاء الشمعة أو عدم استمرار النار في الشمعة. هنا ننسفو، ننسفو هكذا فقط حتى نحيل الأوساخ هذه ونعيده إلى مكانه. لماذا تكلمت عليه هنا؟ لأنه كان عندي مشكل منذ أشهر وقمت بتنظيف هذا الأنبوب هذا، والآن الحمد لله طريقة التركيب سهلة جدا، يعني تضغط من الأسفل قبل هكذا حتى يدخل في مكانه، تضغط هنا اهو، او تخدم بال، يعني لو ما كنتش نصور كنت نضغط فقط بالمفك البراغي، ها هي هكذا، ثم ها هو هو مثبت، يعني ها هو هناك، اسمحوا لي نصوره، اهو او في مكانه هذا الانبوب هذا الالمنيوم. بعد ذلك نرجعه كذلك هنا، ها هو هاي هنا، يعني عنده الفراغ، عنده الفراغ، لازم يدخل في الفراغ هكذا، هذه هي مكان. شوفوا كيف يكون، انظروا شاهدوا، بهذا الشكل، يعني في الفراغ، عنده الحافة هذيك اللي في الأنبوب هي اللي تجي في الفراغ. بعد ما نظفناه نرجع المساك هنا، المساك اللي يجي هنا، نرجعوا المساك هنا، حطوه فقط في الفراغ، الفراغ الخاص به، ثم نضغط ينزل يهبط. هذا السيركليبس في مكانه، هذا هو، ومن هنا كذلك ها هو بهذا الشكل.